الحياة بتنسي كل حاجة، وما اقصدش هنا ان هي بتنسينا ناس اذونا او مواقف اتكسرنا فيها، لا، هي بتنسينا حاجات اهم واكبر من كده بكتير. هي بتنسينا احنا مين، احنا في الاصل كنا مين. بتتوهك في شغل ودراسة ومواصلات ومصاريف ومنافسة وشك واحباط وانتصار وكلام وكتب وافلام وقالك وبيقولك وحاجات كتيرة جدا، دواير ضخمة بعد ما بتخرج منها ده ان خرجت بتكون نسيت كل حاجة، نسيت معاييرك ومبادئك وشغفك ورسالتك، وبقيت مجرد واحد ماشي في التيار بهوية مزيفة. تقدر تقولي انت مين؟ انت عارف يعني ايه ان شخص تاني او مؤسسة او مجتمع هو اللي يحدد انت مين وكمان يختار لك حياتك؟ المشكلة انك مش بتبقى عارف ان ده بيحصل، وبتفرح بالحاجات اللي بتفرح وبتزعل من الحاجات اللي بتزعل، وديك عايش والسلام. فاكر زمان وانت في ثانوي لما كانت احلامك ملهاش سقف، لما كنت بتقول انا عايز ابقى دكتور وبعد اسبوع لا انا عايز ابقى مذيع، وانت فاكرة لما كنت عايزة تبقى مضيف الطيران وتلف العالم، ولا لما كنت بتنافس اصحابك مين عنده حلم مميز اكتر؟ المنافسه كانت في اختيار الحلم، لانك كنت واثق انك تقدر تختار حلمك ساعتها وتحققه، لكن اللي حصل لك انك اتعرضت لاكبر وابشع عمليه سرقه ممكن تتعرض لها. يا ريتهم كانوا سرقوا حاجه منك مهما كانت قيمتها، سرقوا هويتك وزيفوها بتنسيق ودراسه جامعيه روتينيه ومعايير سوق عمل، وفجاه لقيت نفسك نموذج لبني ادم انت كنت في البدايات بتشفق عليه. سنه 2008 مؤسسه جالوب عملت دراسه على الموظفين في كل انحاء العالم، ولقوا ان 66% من موظفين الكره الارضيه مش عاجبهم شغلهم ومش حاسين بالرضا من الوظيفه اللي هم فيها دلوقتي، وانهم مجبرين ومضطرين يشتغلوا الشغلانه دي لاحد سببين، يا اما علشان الفلوس يا اما علشان الشكل الاجتماعي، مش اكتر من كده. وكمان في دراسه تانية اتعملت في مؤسسات بي يو بي اي تحت اشراف جامعه مانشستر للعلوم والتكنولوجيا، اتعملت على 267,995 فرد موظف بغرض يعرفوا بشكل دقيق العلاقه بين الرضا الوظيفي والصحه الجسديه والنفسيه، وقد ايه ممكن يكون رضاك او عدم رضاك عن وظيفتك له علاقه بصحتك النفسيه او صحتك الجسدية. ونتائج الدراسة دي قالت ان عدم رضاك عن وظيفتك متعلق بشكل كبير جدا بالاكتئاب والارهاق النفسي والقلق وعدد كبير جدا من المشاكل النفسية، وكمان ليه علاقة باحترام الذات مهما كان البوزيشن الوظيفة دي اديتهولك. يعني عدم الرضا الوظيفي بيأثر بشكل كبير على نفسية ومزاج وطريقة الحياة اللي الشخص ده عايشها، وبرضه ليه تأثير على الصحة الجسدية لكن مش بنفس درجة الصحة النفسية. يعني من خلال الدراستين دول نقدر نقول ان 66% من الناس اللي موجودين على كوكب الارض تم تزييف هويتهم وتحويلهم لنموذج واحد، بحيث يكون النموذج ده مناسب لسوق العمل ولطلبات المجتمع ولرغبات الناس. امال علشان شكلك الاجتماعي؟ فانا شايف ان الحظر فرصه كويسه جدا للي بعد عن نفسه يقدر يرجع لها تاني، ولحسن الحظ دلوقتي انت تقدر تحترف اي مجال بس من خلال شاشه تليفونك او لابك كده. يلا ما توقفش، طير.